ألف شكر لجامعة بنك. أبناء مصر الشرفاء، سيادة اللواء جمال محافظ الكفر الشيخ، وبيقودها كمان أكبر قامة علمية من قامات مصر الدكتور عبد الرازق. وبنقول أهدافنا خمسة: هدف علمي وحد من مخاطر احتباس حياتي، هدف اقتصادي وهو مكافحة فقر الغذاء عن طريق إيجاد ثمرة أورجانيك، هدف استراتيجي ونعلم أولادنا في كل مكان نقطة المية لها قيمة وثمن، هدف عام ان احنا نبث روح النماء والانتماء من اطياف المجتمع المدني والمسؤول التنفيذي عشان نحقق خطه 2030 للتنميه المستدامه. شكرا يا فندم. مصر العربيه وانا ابذل جهدي لرفعة وطني والدفاع عنه ضد كل عدو وضد كل غاصب، وان اكون مثلا صالحا في أخلاقي وأعمالي. والله.